اهلا بيكم اعزائي الطلبه، وفيديو جديد ان شاء الله في math in 2 minutes. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن هنكمل الفيديو اللي فات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك اند شير للفيديو علشان يوصل لكم ان شاء الله كل الفيديوهات الجديده. طيب احنا اتكلمنا الفيديو اللي فات، اتكلمنا اذا كنت ما شفتش الفيديو اللي فات، احنا اتكلمنا عن يعني ايه equation، يعني ازاي اجيب الديجري بتاعت الايكويشن. فاحنا النهاردة هنكمل على الكلام ده وهنشوف ازاي احل first degree equation، ازاي احلها. اولا احرفنا يعني ايه first degree. first degree يعني ال variable بتاعي عنده ال power بتاع 1، هو variable واحد موجود هو ال power بتاع 1. طيب ازاي بقى solve، how to solve an equation. solving an equation means find the value of the variable، معناها هات لي ال variable ده بكام. انت حاطط لي حاجه انا مش عارفه هي بكام دي. وفي قاعده عندنا ثابته بقى كده، لما احب اجيب الفاريبل معناها انا عايزاه يقعد في السايد اللي هو فيه لوحده مش معاه اي حد. طيب هشيل اللي معاه ده ازاي؟ دايما بنشيل اي حاجه بعكسها. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي هنا x plus 6 equals to 11، انا عايزه x تفضل قاعده لوحدها، مين اللي مضايقني؟ plus 6. طيب الادنج مين الانفرس اوبريشن بتاعته؟ مين عكس الادنج؟ سبتراكتنج. يبقى انا هاجي هعمل هنا سبتراكت 6 من هنا، ولو عملنا اي حاجه في وان سايد لازم نعملها في السايد الثاني، ماينس 6 هنا. ف بلس 6 ماينس 6 بقى 0، بقت اكس عندي ايكوالز تو 11 ماينس 6 5. كده انا حليت الايكويشن وجبت ذا فاليو اوف ذا فاريبل. طب ليتس تشيك انذر اكزامبل برضو دي. وليه بنقول one step equation؟ عشان انا عندي بس عندي بعمل خطوة واحدة علشان احل المسألة. طيب تمام، برضو ازاي نحل المسألة؟ يعني ايه solving the equation؟ يعني خلي variable قاعد لوحده في السايد بتاعه، ما حدش يبقى قاعد معي. طيب مين اللي مضايقني هنا وقاعد معايا؟ عندي هنا minus 7. طب احنا اتفقنا اني بشيل الحاجة بعكسها، minus 7 مين عكسها؟ plus 7. وزي ما عملنا في الليفت، في الليفت سايد لازم اعمل مع الهاند سايد، مع الرايت سايد. هنا 7 ماينس 7 بلس 7 بقوا 0، يعني اي واي ايكوالز تو 20 بلس 7 از 27. طيب هنا بقى الوضع لا فيه لا بلس ولا ماينس، انا شايف فيه نمبر وستيكد تو ذا فاريبل بتاعي، لازقين في بعض. لما تلاقي عندك اي نمبر لازق كده مع الفاريبل بتاعه، ده معناه ان في ملتبلاينج، معناه ان هنا في ملتبلاينج. طب مين عكس الملتبلاينج عشان اشيله؟ ما هو عامل زي الاستيكه كده، بنيجي نمسحها، كتبنا حاجه ونمسحها، بعكسها ده ملتبلاينج يتشال بالايه؟ بالديفايدنج. يبقى هنعمل هنا ديفايد باي 4 ديفايدد باي 4. 4 ديفايدد باي 4 از 1، اتبقى عندي ايه؟ ايكوالز 120 ديفايدد باي 4 از 30. وانا كده خلاص solved the equation. last example عندي هنا k divided by 8، واحنا ممكن نلاقي ال dividing بكذا طريقة، ممكن تلاقي k divided by 8، ممكن تلاقي k over 8، ده divide وده divide، وده شكل تاني من ال divide بالdivision برضو. طيب خلاص احنا عرفنا بقى division عايز اشيله عكس ال division ايه؟ multiplying. يبقى k over 8 هعملها multiply by 8، وزي ما عملنا multiply by 8 في left side لازم نعمل multiply by 8 في right side. ال 8 وال 8 cancelled، يبقى عندي k equals to 256. Thank you for watching. Hope it helps you. Yeah, don't forget to subscribe, share and like the video. Thank you.